انا كنرتاح للطريقه التقليديه، ربما ما نعرفش واش يمكن انا شويه تقليدي. الطريقه التقليديه بالشاك ونتيري الفلوس ديالي، ما بالعكس بالابليكاسيون كنخاف، لان ديرنييرمون سمعت بان كاين كيدخلوا الناس كيسرقوا داك الشيء وما كنخاف. الطريقه التقليديه كندخل ونعطي اما نتيري بالشاك ديالي واما الطريقه العاديه. كنخدموا غير لاكارت، لاكارت سهله علينا، كنعرفوا شنو نديروا ديك لابليكاسيون. لابليكاسيون نقدروا نصيفطوا الفليسات في مره، نقدروا نضيعوهم، نقدروا تكون شي مشكله. اللهم كنخدموا غير لاكارت، ولا كنمشيو ندخلوا للبنك الا بغينا نحطوا، ملي كنتيريو بلاكارت. هادشي اللي كنديروا حنايا. بالنسبه ليا انا كتبان ليا لابليكاسيون هي التطبيقات الذكيه، باعتبار اننا في عصر ديال التقنيه، فانا شخصيا افضل استعمال التطبيقات الذكيه. وانا عندي منزله في الهاتف ديالي، هي اللي كنستعمل، هي باش كنخلص الكهرباء، هي باش كنخلص الانترنت، هي باش كن بزاف التعاملات كنديرها عبر الانترنت بهذه البطاقه. لا سيما ملي كيكون الانسان مدروك بالوقت ومدروك بالمشاغل اخرى. وكذلك للبطاقه البنكيه كنستعملها، كنستعملها في مثلا في يعني المركبات التجاريه الكبيره، مثلا بحال مرجان ولا بحال سوبر مارشيات الاخرين، كنستعمل فيهم البطاقه البنكيه. وكاش في الحقيقه انا قليل فين تندير هذه القضيه ديال نمشي للبنك وناخذ الفلوس ديالي عادل. فانا افضل ان استعمل التطبيقات الذكيه والبطاقات البنكيه. لماذا؟ لانها توافق روح ديال هذا العصر هذا الحديث، ثم ان هذا عصر التقنيه وكتسهل علينا وكنربحوا الوقت والجهد. الكارت غيشي ما كنثقش فيها، عرفتي علاش؟ لان الجمرات وهي كطيح لي، فهمتي؟ لهذا ما كنثقش، فهمتي؟ الكاش سي بلو سيغ، جو بريفير زعما امون افي، لان كل واحد فهمتي سهله، لان بنادم عاود اللي كيكون خدام وعنده مشاغل وداك الشيء راه ضروري ما كخصو لاكارت، لان في اي لحظه كيبغي. دونك انا كنمشي للكاش كناخذ داك الواحد لو مونطون اللي غادي مثلا يدوز لي واحد لهذا، يا ابخي عاوتاني كنعاود. مسألة أنك تستعمل لابليكاسيون وسهلت بزاف ديال الأمور، خاصة أن مجموعة المؤسسات ولات كتعتمد على ليزابليكاسيون ولا نوميريزاسيون ديال الإدارة، يعني لي بونك هما كينخرطوا في هاد لا ديمارش. هادي كتبان ليا مناسبة ولي كونفونابل زعما لي كليون كاملين. وكاين بعض المسائل اللي ضروري خصك توقف عليهم في لابونك، يعني تمشي، ولكن أغلبية ديال المعاملات العادية اللي كدار بالابليكاسيون كتبان ليا مناسبة وبقدر الإنسان يستعملها ديما. الشيء ديال الاختراق راه كاين بيراتاج وكذا، ولكن مسائل يعني العادية راه كنديرها بالابليكاسيون، ولكن مسائل كل لابونك كنمشي، يعني كنمشي مسائل اللي خصها الدار يعني كدار بلابون سير بلاص. لا شك أن المسألة ديال الأبناك هي مسألة أصبحت تفرض ذاتها على جميع المواطنين والمواطنات، بحكم أن كل مواطن إلا وعنده حساب بنكي. وفي إطار التطور الرقمي والتكنولوجي انتقلنا من الكارني شيك للكارد كيشي، المسألة ديال لابليكاسيون. بحكم هذا التطور هذا الرقمي والتكنولوجي استطعت انني نواكب العمليات ديالي واداء الفواتير ديالي انطلاقا من لابليكاسيون اللي ولات كتوفر لي الوقت والجهد، خلافا انه من قبل كان خصك تمشي للوكاله عاد تادي الفواتير ديالك. دابا ولات في كبسه ديال زر انك ممكن تادي الفواتير ديالك وتادي جميع الخدمات بما فيها الماء والضوء، تقطع البي تران، تقطع البي ديال الطياره كاع الا كنتي بغيتي تمشي خارج المغرب ولا. وهي اللي كتشوفها الانسب ليا وهي اللي كنستعملها دائما. هي لابليكاسيون سيف ذو حدين، هي كل ما قربت الخدمات للمواطن الا وكتكون عندها واحد التبعات كذلك من قبل القرصانه. ولينا كنشهدوا مؤخرا اناس مجهولين كيتصلوا بالهاتف تيقول لك راك ربحتي معنا، ولكن عطينا الكارت كيشي ديالك الرقم ديالها شنو فيها في اللور. وهاد المساله هادي كنحذر منها المواطنين وياخذوا الحيطه والحذر، اي رقم اتصل بهم طلب منهم شي معلومات شخصيه كتعلق بالبطاقه ديال البنكه ديالهم يحاولوا يتجاوزوا هاد المساله هادي. وشكرا. قلت لك انا كنمشي عندهم نيشان، فهمتي؟ كنمشي عندهم كنرتاح، نمشي عندهم بالخدمات وكنستعمل كارت كيشي، صافي هادشي اللي كنستعمل. لابليكاسيون عندي انا مشكل فيها، ماشي هما، حيت كنتخدم عندي لابليكاسيون فاش
مشيت عندهم باش يصايبوا عليا وفيها مشكل ما قدروش يصايبوا عليا تحسن لي لابليكاسيون ولكن عندي مشكل فيها حتى واحد ما قدر يصايب عليا حيت انا نسيت على الكود لابليكاسيون كتسهل عليك ماشي كل مره كتمشي للبنكه بحال مثلا كتشوف شحال في الكونت ديالك شنو مشى لك وشنو هذا ولاو مؤخرا بزاف ديال شتي ديال الاختلاسات ولاو بزاف كيجيو هكا كتعرف شحال من حاجه كتبقى تراقب الحساب ديالك هادشي علاش زوينه لابليكاسيون.